منذ انطلاق عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن العام الماضي، سعينا للتعاون مع شركائنا في المجلس لمواجهة كافة التحديات العالمية. اليوم طلع بلادي إلى المشاركة في المناقشات العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواصلة دورنا كشريك ووسيط موثوق به داعم ومساند للجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة. إن القرار التاريخي الذي أقره مجلس الأمن بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين ضمن مبادرة رائدة قامت به دولة الإمارات والمملكة المتحدة يعد خطوة مهمة نحو التغير الإيجابي. بلادي تؤمن بأن تحقيق التنمية يرتبط بنشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والسعي الدائم للحوار ودعم الحلول السلمية. إن التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم، وتطلع بلادي هذه السنة لاستضافة حدث هو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28. لدينا الثقة والإرادة لتحقيق إجراءات ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي بتعاون وتكاتف كافة الأطراف. خالص الأمنيات، نقاشات مثمرة، والتوفيق والنجاح لكافة الدول الأعضاء في مساعيها لخير وتقدم البشرية.